عفى الله عنكم. فإذا قال السائل يقول أنا رجل أخرج إلى البر يومين أو ثلاث وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جعلا وقصرا. يقول عفى الله عنكم أنا رجل أخرج إلى البر يومين أو ثلاث الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا، هل أصلي سنة الرواتب وسنة الضحى أم أتركها؟ وما هو المشروع في حقي تجاهها؟ إذا كان خروجك قد مسافة القصر 80 كيلو فأكثر لك أن تقصر الصلاة الرباعية الركعتين، وإذا قصرت لا تصلي الراتبة إلا راتبة الفجر لا حضرا ولا تقصر. أما بقية الرواتب الذي يقصر الصلاة يتركها، لأن هذا هو الذي أرادت به السنة إلا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا.